جاي بيتكلم بالعربي؟ لا جايك بيتكلم عربي احسن مننا يا لا كابتن. فعلا. والله لا بيتكلم مين عربي، اللي علمه؟ هو مرة واحدة كده كابتن بقى بيتكلم معانا انا عربي مبسوط وبيفهم كل ابنك. حاجة. يعني ما ينفعش اتنين مثلا يقعدوا يتكلموا عربي فعلا عليه مثلا ولا حاجة، لا فاهم فاهم كل حاجة فاهم كل خلاص. حاجة وبيتكلم وبيهزر وبيغني. يعني تلاقيه ماشي بيغني أغاني عربي، أنت سمعتها فين دي؟ سعد، تلاقي سعد جد. سعد لا هو سعد سعد، سعد ما بيسيبش حد ما بصراحة. بيسيبش حد. عجايب، بمناسبة احنا بنتكلم على عجايب، مستواه قل شوية بسبب الإصابة مثلا ولا بسبب، من وجهة نظرك يعني، ولا لسه بدري ما لا هو لحقناش نتكلم في الموضوع ما ده؟ لحقناش يا كابتن، هو يعني هو لسه يعني ما لعبش الفتره زي ما كان بيلعب في الاول. بالظبط. جاي لعيب كبير جدا جدا، ومن اللعيبه يعني انا من اللعيبه اللي فعلا فادت النادي الاهلي وفادتنا كتير جدا، من المحترفين القليلين اللي ظهروا في النادي الاهلي كده بالشكل ده. يعني ايوه. لا يعني لعيب كبير وتعتمد عليه في ماتشات مهمه جدا فلا يعني لعيب كبير بصراحه. يعني احمد فتحي وجوده معاك كباك رايت، يعني احمد فتحي ده من اللعيبه العظام يعني اللي بيلعبوا في الباك رايت.